هم يقدروا يجوا. التكتيك اللي ماشي لما تقروا تاريخ البلد، وانا عشان كده بقول عايز احط لكم التاريخ مبسط، ما هوش ابدا متحيز، لكن مبسط الحقائق نقولها، نقول الحقائق بصراحة، وكل واحد يكون لنفسه رأيه بعد ذلك. ده ناحية الاستقرار، ده نمرة واحد. بدون الاستقرار لما يكون عندنا سياء، لما يكون عندنا اروع ما في العالم من مشاهد وهو فعلا عندنا، ما حدش هيجي ما دام ما فيش استقرار. دي عملية بتتعلق بالوضع السياسي والاستقرار والنظام في البلد ووعي الشعب. الحاجة التانية توفير الاماكن للسياح. زي ما انتم شايفين قبل الانفتاح كنا يا ولادي بنشغل لوكنداتنا 30% بس، كان الاشغال فيها 30% في السنة، وبالالتزام اللي احنا التزمناه كل الاستاف في كل لوكندا بياخد ماهيته على مدار السنة بالكامل، واشغال 30%. النهاردة لخمس سنوات جاية الأوبرويد ده اللي هنا ده في أسوان مشغول صيف وشتاء لخمس سنوات جاية، لدرجة انه نهى بنتي وكانوا هم مجموعة من شبابنا وجوزتهم بييجوا يحضروا راس السنة هنا اهو، حجزوا لراس السنة اللي جاية السنة دي علشان يلحقوا محلات. صحيح الاشغالات كاملة. اديكوا بقى فكرة عن الانفتاح. ما في شك يا ولادي الانفتاح شأنه شأن اي موضوع ممكن يكون في وجهات نظر مختلفة، وما فيش حاجة في هذا العالم من صنع البشر كاملة ابدا اطلاقا، لابد لها العيوب ولها الحسنات. في الانفتاح يا ولادي كان مقرر انه لازم يكون عندنا على الاقل 20,000 سرير حسب الاحصائيات اللي بيقعدوا رجال الاقتصاد، واللي بكرة لما هتتخرجوا ان شاء الله تقعدوا تشتغلوا فيها. كل حاجة مفيش زي الارقام بتقول الحقيقة، لانه لا هي بقى شعارات ولا خطب ولا حاجة، دي ارقام طالعة بتمثل الواقع. طيب الارقام بتقول ايه؟ بتقول انه مينيمم لازم يكون عندنا 20,000 سرير. احنا ما كانش عندنا اكتر من 2,000 أو 3,000 سرير. برضو علشان الانفتاح، عشان ابني باسرع وقت ممكن، امكانيتي انا هنا كدولة مهما سخرت لا يمكن استطيع اني في الوقت القصير اعمل ده فيه كله. طبيعه شغل الحكومه، وخدوها مني يا اولادي، انا عايش ما قبل ثوره 23 يوليو وما بعدها. الحكومه لا يجب ان تدخل لا في التجاره ولا في اي شيء، الحكومه تقف علشان تحط القيم والمبادئ اللي تتطبق، بمعنى انه محدود الدخل ياخدوا الدعم، اللي بيكسب لازم يدفع الضرائب اللي عليه. الحكومة تقف علشان ترشد العملية وتحط كل انسان مكانه عشان العلاقات بين في المجتمع تكون سليمة، مش لحساب طبقة على طبقة اخرى. طيب على الخطة اللي احنا عملناها علشان نبني لوكندات مينيمم 20,000 سرير، لو قامت الدولة لوحدها كانت محتاجة 10 سنين. طب انا محتاج حد يجي بسرعة علشان الاقبال البديع اللي حصل على مصر بعد حرب اكتوبر وبعد سياسة الانفتاح وبعد الاستقرار وبعد ما بقالنا سياسة واضحة وبقينا دولة لها قيمتها في العالم. لازم تيجي شركات، ولازم الفرد يشتغل، الانسان المصري وطموحاته
تشتغل، لانه ده بسرعه، لانه هو هيبقى ما دام هو بيحقق ذاته هيبذل كل ما يستطيع. يا امريكا اتبنت ازاي يا اولاد؟ بنت اغنى دوله في 200 سنه ازاي؟ السنه اللي فاتت كانوا بيحتفلوا ب 200 سنه على قيام امريكا. اغنى منا احنا اللي بتوع 7000 سنه في 200 سنه. ليه؟ كل فرد، كل امريكي بيبني ذاته يعني وبيتطرفوا في هذا الى ابعد الحدود. طب ما هو مجموع ثرواتهم دول كلهم هي ثروه امريكا. اما جينا احنا نبني طلبنا شركات تيجي، ما تاخرتش قبل الانفتاح، لا شركات ما تجيش تبني، لكن بعد الانفتاح وشافوا استقرار سياسي كمان ابتدوا يجوا. مش بقى الشركات الكبيره اللي جت حلت لي المشكله، لان زي ما انتم شايفين النهارده هيلتون الجديد لسه ما اتفتحش، واللي في الجزيره ميريديان اتفتح بعد كذا سنه، التاني اللي في سراي اللطف الله اللي في الزمالك لسه قدامه سنه ولا اتنين على ما يتفتح. طب ايه اللي جرى؟ قبل ما يمر 5 سنوات كان عندنا 20,000 سرير. ازاي؟ اركبوا يا اولادي وروحوا شارع الهرم وامشوا في الدق، كمية المباني اللي قام الانسان المصري وعملها علشان ده مسألة بيبني نفسه وبيبني اجياله اللي جاي، ودي فرصته، وفي استقرار وفي ثقة وفي امن وامان. في اقل من 3 سنين المشروع تم على ايد المواطن المصري العادي. انا ما طلبتش منه، انا فوجئت بس انه في مره وانا ماشي من الهرم من مصر الجديده وعبرت القاهره لغايه الهرم لقيت كميه مباني لا تقل ابدا عن 2 مليار جنيه بتتبني. الله، جم منين ال 2 مليار دول؟ بحثت، بعت اجيب ليه؟ لانه في بعض سماسره السوق يقول لك ان دي اموال اجنبيه او اموال ناس من العرب جايين يشتروا مصر، وانا لا عايز اموال اجنبيه تملك مصر ولا عايز العرب يملكوا مصر. بعت جبت شفت رخص المباني اللي طالعه دي كلها مصريين وتجار، فيهم جزارين وفيهم كل انواع المهن. مصري هم 2 مليار جنيه خلصوا لنا الخطه بتاعت 10 سنوات في اقل من 3 سنوات، لانه كل واحد عايز يطلع بسرعه وعايز يكسب، وانا بيهمني انه يكسب عشان اخد منه حق الدوله واصرف على غير القادر او امن غير القادر. فزي ما بقول لكم برضه السياحه مرتبطه، كلها تلف وتلف وتيجوا تلاقوا انه صوره البلد امام العالم. هل هي مكان الانسان يامن على نفسه فيه ولا يروح يجرى له اي حاجه او تتحرق اللوكاندا وهو جواها، او هو ماشي في الشارع ياخد طلقه تجيله مقصوده او غير مقصوده وهكذا. في هذه الناحيه احنا بنشتغل فعلا، والارقام ممتازه كلها. سنه بعد سنه بيقفز دخلنا السياحي. بعد سنه واحده بس الهيلتون الجديد وبتاع لطف الله والتاني اللي في جنب مجلس قياده الثوره، كل دول هيكونوا شغالين. وبعدين لو قريتوا النهارده يا اولادي في الصحف، في صحيفة من الصحف كاتبة انه مطلوب 60,000 عمالة لهذه الفنادق مش لاقينهم، مصريين. ادي ميزة الانفتاح، انه 60,000 وظيفة عايزينها للفنادق الجديدة اللي هتشتغل السنة الجاية، وانتوا عارفين مرتباتها غير مرتبات الحكومة بالكامل. بيخش الواحد منكم على وضع مختلف تماما عن الحكومة، وبعدين المية ومتين جنيه ما هي مش مشكلة في اللوكندات دي أبدا، ولو انه يبتدي صغير لكن
مباشرة بيطلع على طول. البنوك الجديدة اللي جت مثلا في الانفتاح، اولادنا منكم الخريجين واللي او اللي بقاله كذا سنة بس يدوبك ومتمرن و و و و والسكرتاريين والسكرتيرات و و و و بياخدوا من 150 و200 و250 جنيه اكتر من الوزير كمان. بنطلع السلم بثبات، لكن بلا شك ممكن نضيف عزم اكتر باندفاع الانسان المصري، مش الحكومه. حكومه لن تستطيع ابدا، واي مشروع بتخش الحكومه الاوفر هيدز اللي عليه بتخلص عليه نهائي، وزي ما احنا شايفين كده. اقول لهم في القطاع الحكومي البيضه ما بتكلفش اكتر من 3 ساغ. طيب ما بتكلفش اكتر من 3 ساغ، يبقى لازم تتباع في حدود 3.5 ساغ ماكسيموم، لانه 5 مليم على البيضه ودي ملايين، تفرق كتير قوي قوي. ابدا، بتتكلف اكتر في القطاع العام بتاع الحكومه. ليه؟ الحكومه مش تاجر ولا فرارجي تربي فراخ ولا تربي بيض ابدا، ده مش صنعتها، لانه الحكومه فنديه. وبعدين النتيجه انه بيسيبوه وبتاع، او بياخدوا بعضهم وده صاحبه ده بتاعي يفوت له مش عارف 100 دسته وده 20 دسته، بتروح الحكايه. عشان كده انا قلت لابد كل المشاريع دي تنزل لشركات من الشعب، وهنا بقى بتخش الحكومه بالرقابه، بتقول لهم تكاليف البيضه 3 سنين، اكتر من ده، اكتر من 35 مليم لا ما تتباعش، او اكتر من 40 مليم لا ما تتباعش، وهكذا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.